بدأنا بس بأكد على نقطة مهمة جدا، أهمية النزول بكثافة، وأكد للمرة الثانية أهمية النزول بكثافة، وأكد للمرة الثالثة أهمية النزول بكثافة. ليه؟ لأن النزول بكثافة يعطي رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري جاد في بناء دولته وفي بناء مؤسساتها النيابية ومؤسساتها الوطنية. أكدنا منذ البداية على ثلاثة أشياء. الجانب الأول أن المشاركة الإيجابية واجب وطني، المشاركة الإيجابية واجب وطني، ودليل على حسن الانتماء للوطن. الانتماء ليس كلاما، الانتماء عطاء، الانتماء ليس تكاسلا ولا تقاعسا ولا جلوسا في المنازل، الانتماء الحقيقي مشاركة حقيقية. النقطة الثانية وأكدت عليها في خطبة الجمعة أن صوت الإنسان أمانة يعطيه لمن يستحق. لا يبيع الإنسان الشريف صوته لا بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها، وإنما يجب عليه أن يختار الأكفأ ومن يرى أن فيه القدرة على الإسهام الوطني وعلى خدمة هذا الوطن. وأكدنا أن مصالح الأوطان جزء لا ينفصل عن مقاصد الأديان. النقطة الثالثة، ودي أظن حضراتكم تلاحظوها يعني بشدة، كل جهات الدولة، كل مؤسسات الدولة تقف على الحياد التام في العملية الانتخابية دون الانحياز إلى أي حزب أو شخص أو مرشح. وأنا لاحظت حاجة، يعني أنتم بتلاحظوا دايما، كان في يعني سابقا في عقود سابقة كان دايما يبقى في ناس عند اللجان يوجهوا الناس. أظن حضراتكم كإعلاميين الآن بتشهدوا إن أي ناخب بيدخل حتى لا يوجد أي توجيه على الإطلاق من أي حد ولا من جماعات توجيه، وإنما هي حرية مطلقة. عندما تنتهي فترة الدعاية الانتخابية الرسمية يكون أمام الناخب أن يختار بمنتهى الهدوء. العملية الانتخابية الحمد لله من بدايتها تسير بسرعا حسنا وقويا، لكن الرسالة التي نوجهها للجميع، رجالا وسيدات رجالا محترمين وسيدات محترمات كبار السن أو شباب، هذه بلدنا، علينا أن نسهم في بناء الإسهام في بناء البلد لا يكون بالكلام. في هذه المرحلة النزول بكثافة رسالة للقاصي والداني والجميع أننا عازمون على استكمال مسيرة البناء. النزول بكثافة رسالة على أننا عازمون في استكمال مسيرة البناء. بناء المؤسسات النيابية جزء من بناء الوطن. بنتمنى لهذه العملية كل التوفيق، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفق من يكون في الخير لخدمة هذا البلد. شكرا لكم جميعا.